من الاستقالة من الجلسات ما دي من دي رأيك مجلس الوزارة سيد الرئيس مالية الرئاسه جبهة المالية كونسوسيون في قطاع ديال المياه والغابات ديال المياه الذي تشرفوا عليه سيد شرف أفيلا طلق نظام ما يسمى نظام اليقظة الرصدية إذا سمعت هذا كيف تلقاه في الوزارة نظام اليقظة الرصدية وتم تخصيص له ميزانية كبيرة تتنسق مع وزارة الداخلية تستفيد منه كل الجماعات المهددة بالفيضانات ونحن نقول بذلك سيبوك يعني الناس ما غادي يموتوا ما سيبوا براس يعني انتم خصكم كجماعة خصكم براس انا درتي كيلا درتي غير النقطة هذه غادي يقدم الاستقالة غادي يمشي منا كاع ولا منظور منا بالله الناس راه غادي يموتوا ما سيبوا ديرها ما سيبوا جيتوها قالت لي الناس راه غادي يموتوا واش شحال شي باغي بوخرى وشي باغي بودرون شي باغي الناس اللي يحميو لنا غير الناس واجينا غادي غادي يموتوا لنا ما كنا في 2008 غادي تجي تهدي داخل الفيضانات غادي يموتوا لنا غير راسل غادي يسوق لك الفلوس غير راسل هو غادي ولكن ديروا حسن بصح في الدور يمشي متابع في الدور هذه النقطه غادي تسال بعدا الله يعاون يعاونكم احنا رانا في الغلوكه جلسه الفلوس ما نبقاوش نضربوا في الناس لكن لا تجي لا سيدي وزبير وقد نشد الله غادي نسوقوا الله يحفظك واضح الرئيس واضح اياك واضح الذي ينقل قاس واضح الرئيس يعني بحال بحال واش واضح الرئيس جي في ولا دعوه ديال البودرون ديال ديال البودرون ما نديروش بودرون حنا ما غاديش نديرو البودرون غادي نديرو الواضحه اسمح لي السعادة ما تقوليش واحد الناس على نقص واضح على السعادة هذا البودرون هذا الزراد هذا الميكي لا 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 انا انت الدائره ديال واش خاص في الواضحه غادي ندير غير واضحه علاش انا كنجيب لينا انت الجرائي حنا ما غاديش نديرو الجرائي اش تسال عليا حنا ما نديرو هو الجرائي اما احنا الاولويه ديال الواضحه قلنا في الاجتماع الاول والاجتماع الثاني علاش غادي نبقاو كذا حنا غادي نديرو الواضحه يعني شكون قال غادي نديرو الجرائي اختلاف غير في الكتر ما فيهش واضحه لا انت انا واش غادي واضحه ودرنا اجتماع الاول والزوج عطينا الحاجيات ديالك دابا انت الدائره ديالك اخويا علي عطيني الاولويات والحاجيه ديالك قلنا راه في الاجتماع الاول وقلنا في الاجتماع الزوج ودابا كنحضر هذا الاجتماع ثلاثة ساعات الواضحه ماشي راه عندي في الجيل ديالي غادي نجيب نمشي نخدم راه هنا هذه اتفاقيه الشراكه اللي ما غاديش تكون عندنا الدور جي في ليا قول لي خصني الواضحه من هذا الشارع وهذا الشارع وهذا الشارع غادي تخدم لك الواضحه سي مصطفى انت هذه النقطه غادي تزاد غادي تزاد هذه النقطه نشوفوا باش حتى هما غادي يجيو يديروا خلينا دابا بغيت تكون مناقشه سي الحاج يكون جاب التأجيل ديال هاد النقطة إلى حين تلقى رأيكم مثلا قلنا رأي أم لا أنا عجبتني المداخلة ديال التأجيل إلى حين الإنسان يدرس على خاطره ويشوف التخريجة اللي غادي يخرج السادة الأعضاء